نظم متعهد الحفلات علي الأتات حفل جمع فيه النجوم هيفا وهبي وسعد المجرد ونادر الأتات. موقع الفن كان موجود بهالسهرة الحلوة وكان لنا هالتقرير، تابعوا معنا. نجم سعد المجرب بدي ارحب فيك عبر موقع الفم لنقول لك ان شاء الله تكون سنه 2023 سنه خير ومن نجاح لنجاح اكبر واكبر. قد اليوم حلو انك التقيت بالجمهور اللبناني، شو بتقول لهم؟ ثانك يو سو ماتش اللي جيتوا اليوم وانبسطنا كثير مع بعض صراحه، حسيت بالحب وبالحراره هيدي. سو اي جيف ايفريثينج تونايت واي لاف يو بيروت. طيب سعد المجرب ليه هيك اوقات بتعرض لحملات؟ شو بترد عليها؟ برد بشغلي انا. نجم نادر الأتات بدي ارحب فيك عبر موقع الفم، نتمنى لك اول شيء تكون سنه 2023 كلها نجاحات وتكون حلوه عليك. هذا اليوم بيعني لك تكون بهالحفل مع كمان النجمه هيفا وهبي والنجم سعد المجرب. اول شيء بدي اعيد كلنا عم بشوفونا على الفن وعيدكم لكم ان شاء الله سنه خير على الجميع يا رب، وهيك الامان والبحبوحه على بلدنا لبنان وعلى كل اوطاننا العربيه. حفله كثير حلوه هيدي السنه، في تشكيل هيك في اختلاف بالكل حدا ستايل، يعني كان انا وكان يعني سعد المجرد وهيفا وهبي نورتنا هيدي السنه، فخلطه كثير حلوه والدليل انه الحمد لله سولد اوت من قبل بخمس كنت بعدني عم اقول ثلاث نجوم قوية اليوم عندهم شعبيه كثير، كل حدا ستيل هيدا هون القوه. يعني قبل يمكن كنا نعمل اشياء كنا نحن على صعيد اللبنانيه مثلا نكون شباب قريب شوي اللون، هلا هيدا الاختلاف انا هذا اللي حابه بهي الحفله. شو عبالك تمحي من 2022؟ فقدنا اشخاص عزيزين علينا، يعني كل حدا يا ريت فينا، هيدا حقيقه هيدي مره علينا جميعا، بس انه هيدي الاشياء اللي بتحزنني بس نفقد اشخاص بنحبهم. متعهد الحفلات علي الأتات بدي ارحب فيك عبر موقع الفن، بداية شو هالحفلة الحلوة جمعت فيها ثلاث نجوم هيفا وهبي سعد المجرد ونادر الأتات وشفنا قد ايه في عالم كثير كان. حبيب قلبي الحمد لله كتر خير الله، كان اختيار موفق وزبطت معنا، وأنا واعد من قبل إنه بدنا نضل نعمل أحلى حفلات بلبنان لأنه بحب بيروت وهيك عنا بضل شو بيقولوا خلص روحنا هون خي، فينا نعملها لهي الحفلة وين ما كان وبأي بلد فينا نعملها، بس أنا اخترت بيروت لأنه بيروت كل عمرها تستقبل أهم نجوم العالم العربي، من وردة جزائرية الله يرحمها لعمرو دياب لعبد الحليم حافظ لكل هالنجوم، ليش ما بدنا نضل هون؟ شو ردك على الحملات اللي بيتعرض لها؟ يا خي سعد المجرد أنا سألته من شوي قال لي أنا برد بشغله. لا أنا ما بقول هيك، أنا بقول سعد المجرد تبرأ بالقضاء الفرنسي والأمريكاني، فنحن خلينا القضاء تبعنا يهتم بالدولار ويهتم بالانفجار المرفأ ولا بميت قصة ورواية، وخلينا ساكتين. زلم تبرأ وين ما كان حرام، وأنا بدي أقول للجمعيات النسائية والنسوان اللي عم بتهاجموا لسعد المجرد بدي أقول لهم تخيلوا أنه مرة وغلطت، افترضوا لنقل انه غلط مرة، منعاقبه بهاي الطريقة؟ اذا كانت مرة كنتوا قبلتوا ولا كنتوا قلتوا انه من يكن منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر؟ فحرام شرعا وقانونا، قانونا تبرأ وشرعا بينه وبين ربه هو بيعرف حاله انه منه مذنب، فانا بقول هيدي اشاعات حرام، حرام تصير هالحملات اللي عم بتصير عليه. الإعلامية اللي دائما متألقة أنابيلا هلال بدي رحب فيك عبر موقع الفن، نحن اليوم موجودين بحفل بيجمع ثلاث فنانين ويا وما ومنحبهم، يعني مثل النجمة هيفا وهبي والنجم نادر الأتات والنجم سعد المجرد، قد ايه بيعني لك اليوم تكوني موجودة بهالحفلة الحلوة؟ أول شيء كتير بيعني لي هيدا الموضوع لأنه شأنا للبنان، شأنا لبيروت، الصورة يلي نحن بدنا إياها، الصورة يلي بدنا نوصل للعالم كله إنه لبنان رغم كل اللي صار ويلي عم بيصير
دائما عندنا تفاؤل ونحن اشتقنا لهيدي الاجواء، وان شاء الله تبقى هيك الدنيا عامره. بتشوف الاجانب من مختلف انحاء العالم عم يجوا يعيدوا مع اهاليهم هون، لانه لبنان اصلا متكل على المغتربين، فكرمال هيك السياحه الفنيه اليوم عم تبرز. ومثل ما شفت مزبوط في مناسبات قليله كثير بلبنان، لكن لما قرروا اللبنانيه يحتفلوا عم يحتفلوا مع اهم النجوم، فينعاد عليهم. وان شاء الله دائما الافراح تكون عامره ببلدنا، لانه لبنان بيستحق واللبنانيه بيستاهلوا كل الفرح وبيستاهلوا الايام الحلوه والغنى والموسيقى لانه بيلبق لهم. دكتور التجميل نادر صعب، بدي رح فيك عبر موقع الفن اليوم، قد ايه حلو تكون موجود بالحفله اللي بيجتمع فيها ثلاث فنانين كثير قوايا، النجم هيفا وهبي والنجم نادر قتات والنجم سعد المجرد. اليوم أنا جدا سعيد إنه لبنان عم يرجع يتعافى، وهيدا بدل عن الوضع الأمني إنه منيح، ويمكن وجود كتير من المغتربين بلبنان هيدا فعلا بيسعدني وبفرحني من قلبي، لأنه بالرغم من المصاعب والصعاب اللي عم تمرق فيها البلد، نحن علينا إنه نقدر نتحدى هالأمور لحتى نقدر ننهض ببلدنا. اليوم مش بس في فنانين كبار، اليوم حتى فنانين أجانب يمكن مثل سعد المجرد يلي منه مفترض فيه يكون بهالوضع ببيروت، موجود هون لحتى يمتعنا ويمتع اللبنانيين، وهيدا فعلا بيعبر عن الأمان اللي احنا عايشين فيه بالرغم من كل الصعوبات اللي عم يمر فيها البلد. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.